السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى للحلقة الثانية على التوالي ما شاء الله ثلاثة أقمار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كما قلت لحضراتكم في الحلقة الماضية، يستطيع الواحد منهم بجدارة واقتدار أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها. فضل من؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف عليهم في بداية هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول ابننا عبد الله جهاد. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا عبد الله ومنور يا حبيبي. ومعلش المرة اللي فاتت في الحلقة الماضية ما خدتش وقتك، فإن شاء الله اليوم إن شاء الله تأخذ راحتك بأمر الله إن شاء الله. زادك الله فهما وعلما وخلقا وأدبا ورفعة إن شاء الله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن علي محمود شهاب الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا علي. أهلا بك يا شيخ، ومنور يا حبيبي. الله يكرمك. ما شاء الله، وهذه هي الحلقة الثانية على التوالي إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وأما النموذج الثالث ابننا إيهاب محمد عبد الحي، ربنا يبارك فيه يا رب ويرفع قدره. شرفنا في الحلقة اللي فاتت ما شاء الله، وكان متألقا وما شاء الله أبنى والله بحادثة الإفك، واليوم يعني يحدثنا عن بر الوالدين إن شاء الله، وله مواهب أخرى كالتلاوة والإنشاد والقصائد ما شاء الله، يعني ما شاء الله. نرحب به، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أهلا بك والله، ومنور يا حبيب تنورك، وكنت منور الحلقة الماضية ما شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مشاهدي الأكارم، كما قلت لحضراتكم في الحلقة الماضية إن شاء الله، في كل حلقة نتناول في بدايتها هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنتأسى به لنربي أبناءنا عليه. فما هدي اليوم وما ثوابه؟ تعرف بعد ما توحد الله صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 حسنة على الماشي. إيه 300 حسنة في ميزان حسناتك ما خدتش منك ثانيتين على الماشي؟ يا ترى ما هذا الهدي؟ وحسناته كبيرة للدرجة دي وفي ثانيتين؟ أو والله على الماشي كده وينفع بالتليفون و300 حسنة؟ إزاي؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل، والحديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود بسند حسن، وهو عند البخاري أيضا من حديث عمران بن حصين، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فقال السلام عليكم يا رسول الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وجلس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. ثم جاء ثاني رجل آخر يعني وقال السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله، يبقى زاد إيه؟ ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال 20. ثم جاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال 30. الأول 10 حسنات والثاني 20 عشان زاد ورحمة الله، أما اللي قالها كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ثانيتين، 30 حسنة. الحسنة بكام؟ بعشرة. 30 في 10 ب300 حسنة. 300 حسنة في دقيقتين، في ثانيتين على الماشي. أقسم لك بالله أن هذه الصفقة صفقة رابحة. ما ظنك لو قلتها كل يوم لعشرة أشخاص أو عشرة أفراد في موقعك، في عملك، في بيتك، قدام بيتك، في شغلك، في أي مكان؟ ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
إنما إنك تبدلها بصباح الخير. في ناس كده ويقولوا مساء الخير، وفي بقى اللي يعني متألق بقى، نسأل الله السلامة يا رب والعافية، ظنا منه إن تألق يعني، وده بيجاري بقى المدنية، يقول جود مورنينج جود إيفينينج. وفي بعض الناس نسأل الله برضو السلامة والعافية يقول صباح الطراوة. إيه ده؟ والله سمعتها بأذن ورأيت ذلك بعيني، صباح الطراوة شيخ. قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى 300 حسنة تضيعهم وتبدلها بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان. إيه صباح الخير وصباح النور ومساء الخير ومساء، والله واحد قالها مساء التراوة، التراوة نسأل الله السلامة والعافية. شوف بقى هتبدل الحسنات بأوزار، ده احنا في عرض حسنة يوم ما تقف بين إيديه سبحانه وتعالى وتلاقي ميزان أعمالك ينقصه حسنة. تجيبها منين؟ ما أنا قلت لحضرتك، فاكر في الحلقة الماضية 400,000 حسنة، 40,000 حسنة، يعني ممكن تحققها في إيه؟ في دقيقة واحدة بفضل الله، بفضل الله، مع الصلح مع الله ونظافة القلب والسريرة والكلام ده كله. يبقى إن شاء الله حلقة اليوم بنقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خدت إيه؟ ثانيتين، بكم حسنة؟ ب300. والدليل كما قلنا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. نعمل كده إن شاء الله في ميزان أعمالكم إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، آمين. تعالوا بنا بقى سريعا إن شاء الله نستمتع بوقت الحلقة مع أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن كانوا صغار فهم والله والله في نظري وفي نظر كثير من الناس كبار في القدر والمقام، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبهم على الحق الذي يرضيه، وأن يجري الحكمة على ألسنتهم، وأن يجعلهم دائما أبدا دائما أبدا ذخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. هيا بنا نستمع إلى النموذج الأول، عبد الله جهاد اللي ما أخدش يعني فرصته في الحلقة الماضية إن شاء الله ياخد فرصته الآن إن شاء الله. تحدثنا عن ماذا إن شاء الله يا عبد الله؟ نستكمل إن شاء الله موضوعنا، نتكلم عن فوائد إن شاء الله. فوائد صلة الرحم، أنت تحدثت عن صلة الرحم لكن بقي فيها فوائد صلة الرحم، أضرار قطع الرحم وأضرار قاطع الرحم، أسباب قطع الرحم، كيف تكون صلة الرحم. ما شاء الله ما شاء الله، تفضل يا حبيبي تفضل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خيرة خلقه وأمين وحيه، وحجة على المعاندين، وحسرة على الكافرين، أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أمده بالملائكة المقربين، وأيده بنصره وبالمؤمنين، شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وقرن اسمه باسمه، وفرض على العباد طاعته، وسد. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، نستكمل ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية. قال عبد الله بن سلام: لما دخل النبي المدينة سمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. وهنا سؤال يطرح نفسه: ما هي فوائد صلة الرحم؟ أولا، سبب لامتثال أوامر الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ثانيا، سبب لدخول الجنة، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ثالثا، صلة الرحم سبب للتوسعة بين المسلمين وللتآخي والتحاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بل إن صلة الرحم
سبب لتنال معية الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك. هنا المعية ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. السؤال الثاني: ما هي أضرار قطع الرحم؟ أولا سبب لعدم دخول الجنة، ففي حديث جبير بن مطعم لا يدخل الجنة قاطع، قولا واحدا لا يدخل الجنة قاطع. ثانيا من المفسرين في الأرض، قال ربنا تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثالثا لا يرفع له عمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال ابن آدم ترفع كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. نعم أحبتي الكرام، هذه هي الفوائد وهذه هي الأضرار، فاختر لنفسك ما أنت من أي الفريقين. السؤال الثالث: ما هي أسباب قطع الرحم؟ ونقف هنا وقفات يسيرة. أولا جهل العباد بفضلها، فكثير من الناس هذه أعمال يسيرة ويتكاسل البعض في آدائها، وبهذه الأعمال تبلغ بها الدرجات العلى. فصلة الرحم لا تأخذ منك وقتا كثيرا، فربما بين الصلاة والسلام، ربما وأفضل الأوقات بعد صلاة المغرب تذهب لزيارة الأقارب أو الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار، هذا الجار فما بالك بالقريب أو الأخ أو الصديق. ثانيا الكبر الذي انتشر بين الناس في هذه الأيام، كبر والعياذ بالله على ماذا؟ على ليس على شيء، لا يوجد شيء. يقول لك: هو لا يأتيني، ونذهب له، هو لا ينفعني بشيء، نخالف أوامر الله تبارك وتعالى ونخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونريد الصلاح والفلاح في حياتنا. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع سنة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثالثا وهذا هو أساس المشكلة، سوء أخلاق بعض النساء إلا ما رحم ربي، فهناك نساء عفيفات شريفات وهناك نساء والعياذ بالله يسعين للوقوع والوقيعة بين الإخوة بعضهم البعض. وربما كان سبب ذلك تأخير المواريث، تأخير الميراث بين الإخوة بعضهم البعض. فالنساء وضع الله فيهن الغيرة عن الرجال، تقول له: تذهب لزيارة أختك، هي لم تأتينا، فلماذا تذهب أنت؟ والرجل العاقل يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى ولا تنظر للنساء. فلقد قال الله تبارك وتعالى عنهم: إن كيدهن عظيم. فلما نحرم أنفسنا من هذه الأجور اليثيرة؟ وكما قلت تأخير الميراث. السؤال الرابع هو الأخير: كيف تكون صلة الرحم؟ أولا بالزيارة وبالهدية. ثانيا مشاركتهم في الأفراح، مواساتهم في الأحزان، السؤال عنهم إذا غابوا. نعم أحبتي الكرام، فتمسكوا بسنة نبيكم تفلحوا في دنياكم وفي أخراكم،
أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن ينزع الحقد والبغضاء والشيطان من بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت أحسنت يا عبد الله، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك ويزيدك فهما وعلما وخلقا وتوفيقا وسدادا، وكذا جميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا إلى النموذج الثاني، ابننا علي محمود شهاب الدين يحدثنا إن شاء الله عن ماذا يا علي؟ القابضات على الجمر. القابضات على الجمر، ما شاء الله. فضل فضل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتري. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليك علم الهدى، صلى الله عليك يا من أتيت لنا بكتاب كالشمس وضحاها، وسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار في ضوء الكتاب والسنة سار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها، نعم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إخوتي في الله، القابضات على الجمر، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوتي في الله، أختي الفاضلة، رسالة إلى القابضات على الجمر، إلى الفتيات الصالحات وإلى النساء المباركات، إلى التي اختارت أن تكون غريبة، غريبة في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن هم الغرباء يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الدهر. سلم يا رب. القابضات على الجمر، ونحن في زمن الشهوات وفي زمن الفتن، أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إلى التي كلما كشر الفساد عنها حول أنيابه رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب العالمين. وليكن شعارك أختي هذا الدعاء، وليكن شعارك أخي هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما أجمل أن تكون ثابتا على طاعة الله، والله ما أجمل أن تكون ثابتاً على طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على الثبات على دين الله. ولا سعادة إلا في طاعة الله، ولا عزة لنا إلا بالإسلام، والله لا عزة لنا إلا بالإسلام، ولا عزة للمسلمين اليوم إلا بالإسلام، ولا فرحة لنا ولا نصرة لنا إلا إذا تمسكنا بالإسلام. سيدي الأكارم، نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بأمر الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. وكنا قبل الفاصل يتحدث ابننا علي محمود شهاب الدين عن القابضات
على الجمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. نستطيع أن نكمل إن شاء الله يا علي؟ إن شاء الله. تفضل يا حبيبي. أحبتي في الله، كما قلت لا عزة لنا إلا بالإسلام، ولا فرحة لنا إلا بالإسلام، ولا نصرة لنا إلا بالإسلام. إذا تمسكنا بهذا الدين فأحلف بالله إننا لا منصورون. أحبتي في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم القائد والقدوة، يربي أصحابه على الثبات على دين الله، متوحد الله. ماشطة بنت فرعون، قصة مشهورة، كانت تمشط لبنت فرعون يوما من الأيام شعرها، فوقع المشط، أخذت المشط وقالت بسم الله. نظرت بنت فرعون إليها وقالت لها الله أبي، متوحد الله. قالت لها لا، بل الله ربي وربك ورب أباك. فلما علم فرعون بذلك عذبها عذابا شديدا أليما حتى تخرج عن هذا الدين، لكنها كانت ثابتة على هذا الدين، راسخة بإيمانها وعقيدتها. علمت بأن الله جل وعلا مطلع عليها، علمت بأن الله جل وعلا سيكافئها. نعم تعبت قليلا، لكنها بفضل من الله تبارك وتعالى استراحت كثيرا. فوقع المشط، أخذت المشط وقالت بسم الله. نظرت بنت فرعون إليها وقالت لها الله أبي. قالت لها لا، بل الله ربي وربك ورب أباك. فلما علم فرعون بذلك عذبها عذابا شديدا أليما حتى تخرج عن هذا الدين، لكنها كانت ثابتة متمسكة على دينها إلى آخر لحظة في عمرها. لما علم بأحب الأشياء إليها هم أولادها الخمسة، أراد أن يعذبهم، فأحضر زيت وأغلى الزيت، تمام، ولكن جاء بالطفل الأول ورماه، فقال لها يا أماه اصبري، فإن لك عند الله كذا وكذا، يا أماه اصبري فإن لك عند الله كذا وكذا، وما هي إلا لحظات، حتى غلى الزيت وأشعل النار ومات هذا الولد. ثم الثاني ثم الثالث، وهو يقول لها يا أماه اصبري فإن لك عند الله كذا وكذا، إلى أن وصل إلى الخامس، طفل صغير يرضع من ثدي أمه، فقالت لهم دعوه هو طفل صغير، لكن الله جل وعلا أنطقه بقوله يا أماه اصبري فأنت على الحق، متوحد الله. يا أماه اثبتي على دين الله، يا أماه لعذاب الدنيا أهون عند الله من عذاب الآخرة. فتقتحم مع طفلها لتلقى الله جل وعلا، وهي ثابتة على هذا الدين، وهي ثقة بإيمانها وعقيدتها. علمت بأن الله جل وعلا سيكافئها، علمت بأن الله جل وعلا مطلع عليها، علمت بأن الله جل وعلا لا ينساها. فلله ضر هذه الماشطة، وهو يقول لها يا أماه اصبري فأنت على الحق، اثبتي على دين الله. أين الثبات على دين الله يا شباب؟ والله نحن في زمن الشهوات وفي زمن الفتن، وأسأل الله جل وعلا أن يهدي شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يستر نساءنا، لكننا في أمس الحاجة إلى هذه الوقفة، وأن نعلم جيدا أن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. أختي الفاضلة اختارت لنفسها أن تكون غريبة في هذه الدنيا من أجل الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ قال عنها الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. بالله عليكم يا شباب ويا فتيات ويا نساء، وأنا أخاطب الجميع، هل تقارن ماشطة بنت فرعون بنساء هذا الزمان؟ بالله عليك اسأل نفسك هذا السؤال، اسألي نفسك أختي الفاضلة هذا السؤال، هل تقارن ماشطة بنت فرعون بنساء هذا الزمان؟ انخدعنا في الدنيا، وانخدعنا بالدنيا وبشهوات الدنيا. الدنيا حقيرة، حقير من يحبها، حقير من يتمسك بها. الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر، قاعدة ثابتة لا تتغير. الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر. هذه رسالة إلى حفيدات
خديجة وفاطمة، وأخوات حفصة وعائشة، أخت الفاضلة، أين الثبات على دين الله؟ أين الثبات على المبادئ؟ أين الثبات والتمسك بهذا الدين؟ أين أنت من الماشطة بنت فرعون؟ أحبتي في الله، لم يتوقف الأمر على ماشطة بنت فرعون، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الثبات على دين الله. سيدنا خباب بن الأرط يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ كان النبي متكئا فاعتدل. قال له: يا خباب، كان في من قبلكم يؤتى بالرجل يوضع المنشار في نصف رأسه فيفلقه في القتين فما يرده ذلك عن دين الله. ثبات، تمسك بهذا الدين. والله لا عزة لنا إلا بالإسلام، ولا فرحة لنا ولا نصرة لنا إلا إذا تمسكنا بهذا الدين. فأحلف بالله، والله إننا لمنصرون قولا واحدا. إذا أردت السعادة فعليك بالتمسك بهذا الدين. لم يتوقف الأمر على ماشطة بنت فرعون. انظر إلى زوجة فرعون آسيا، كانت صابرة على هذا الدين، علمت بأن الله جل وعلا مطلع عليها، ولما رأت من الماشطة ما رأت تمسكت بهذا الدين وقوى إيمانها، وعلمت بأن الله عز وجل سيكافئها. نعم أنا معاك، هي تعبت كثيرا لكنها استراحت بفضل الله، تعبت قليلا لكنها استراحت كثيرا. ويأتي فرعون الذي طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ويقول لها: فعلت بالماشطة كذا وكذا وكذا، ويفتخر ويتباهى بهذا. فتقول له: الويل لك، ما أجرأك على الله، الويل لك، ما أجرأك على الله، وهو يقول: أنا ربكم الأعلى. فيقول لها: والله لأعذبنك عذابا شديدا أليما حتى تخرجي عن هذا الدين. لكنها كانت ثابتة ودعت قولها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. تعبت قليلا لكنها استراحت كثيرا من أجل الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ بعنا الجنة بالدنيا، فالدنيا حقيرة، حقير من يحبها، ولذلك طلاق الدنيا مهر الجنة. فأين أنت الآن وأين أنت غدا؟ هذا السؤال، لابد من هذا السؤال. أين أنت الآن يا أختي وأين أنت غدا؟ أنت الآن في الدنيا، وغدا الله أعلم. كل نفس ذائقة الموت، عاقل اللبيب الفطن. من عرف الله جل وعلا فأطاعه، ومن عرف الدنيا وحقيقة الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الثبات على دين الله حتى الممات. الثبات على دين الله، الثبات على هذا الدين، التمسك بهذا الدين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقل واحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا للجيش، سيدنا أسامة بن زيد كان قائدا للجيش وهو 11 سنة. فأين أنت الآن وأين أنت غدا؟ فوالله الدنيا حقيرة، حقير من يحبها. لو علمت الغاية التي من أجلها خلقك الله جل وعلا لوظفت كل وظيفة أنت فيها الآن من أجل أن تكون خادما لهذا الدين. من أشرف الأعمال أن تموت خادما لهذا الدين حتى ولو كنت وحيدا. من أشرف الأعمال أن تموت خادما لهذا الدين، للدعوة ولدين الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أن الدعوة والدين أبقى من الداعية حتى لو كان الداعية من الرسل والأنبياء. لما هتف الهاتف بأن سيدنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم قد مات، انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. خرج عمر
وقال والله من قال إن محمدا قد مات لقتلته، لكن يخرج الصديق بكلماته الرقراقة ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيزد الله الشاكرين. ما أعظم هذا الثبات، إنه الثبات على دين الله، إنه التمسك بهذا الدين، فوالله لا عزة لنا إلا بالإسلام. أين شبابنا الآن؟ أسأل الله جل وعلا أن يهدي شبابنا وأن يحفظ أولادنا. انشغلنا بالدنيا وبالفتيات وبملذات الدنيا وبمتاع الدنيا، ونسينا بأن الله جل وعلا مطلع علينا، ونسينا بأن الله جل وعلا يرانا، ونتفاخر بالمعصية ونتباهى من المعصية. ولو جاء الشيخ يتكلم عن الموت أو تذكرة نقول له ما وجدت إلا الموت لتذكرنا به. طغت الدنيا وأثرت الدنيا في قلوبنا، ولكن شعارك أخي الحبيب اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. في ناس هم الدنيا هم المال. رسالة إلى القابضات على الجمر التي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن هم الغرباء يا رسول الله صلى عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس. هل تقارن ماشطة بنت فرعون بنساء هذا الزمان؟ هل تقارن ماشطة بنت فرعون بنساء هذا الزمان؟ وهنا يعلو صوت الحق تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله أسأل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. أخي الحبيب، وليكن شعارك في هذا المجلس من أشرف الأعمال أن تموت خادما لهذا الدين. احرص على أن تكون خادما لهذا الدين، احرص على أن تكون خادما لدين الله، ولذلك ستسأل عن ذلك أمام الله جل وعلا. من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيك؟ فأين أنت الآن وأين أنت غدا؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات. أحبتي في الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. أحسنت أحسنت ما شاء الله، ربنا يبارك فيك علي ويرفع قدرك يا ابني ويحفظك إن شاء الله ويجعلك كده زخرا للإسلام والمسلمين، اللهم آمين آمين. ابننا إيهاب محمد إن شاء الله عاوزين نسمع بصوتك الجميل الندي تلاوة للقرآن الكريم إن شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيا
رأيتهم يوم يلقونكم سلام تحيتهم يوم يلقونكم سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. أحسنت يا إيهاب ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك، اللهم آمين. هل لك في الإنشاد إن شاء الله؟ إن شاء الله. عاوزين نسمع قمر، لأنك قمر ما شاء الله. قمر أسمعك اليوم شيء أجمل. ماذا؟ هل صليت على سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن رضاك يا سيدي يا رسول الله. لك منزل عند الإله مكرم، ما قاله العظماء والأمراء الحقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه. أرغم أنف الظلم وقلا، هل صليت اليوم عليه؟ هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه نصرا نشرا لمكانته، قيضا لمحارب سنته. رب ارحمنا، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على طه،
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المفطر، صلى الله على المفطر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد، صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت يا إيهاب، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك ويجعلك يا رب زخر الإسلام والمسلمين وكذا جميع أبناء المسلمين، اللهم آمين آمين. لولا ضيق الوقت لاستمر ما شاء الله إيهاب في التلاوة والإنشاد والخطابة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل أبنائنا ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب ويثبت أقدامهم واجعلهم دعامة كده للإسلام والمسلمين، اللهم آمين، وكذا جميع أبناء المسلمين. في ختام الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.